وتلفزيون الأمم المتحدة، لأنها كانت تضرب الطاولة بشدة وتصيح، حتى اضطرت إلى رئيسة اللجنة أنها توقف. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. كما راكم شفتوا واش تكلم الأستاذ محمد دومير في الأمم المتحدة والوثائق اللي كانوا معاه اللي ثبتوا استقلال الصحراء الغربية، واللي بينوا باللي الصحراء الغربية عمرها لا كانت تاع زريبة التاكوس، واللي خلى مندوبة الناس اللي هو في الأمم المتحدة تهبل لسقت لها قاعد دخلتها غير المهم ما شفتوش واش صرا بالضبط في الأمم المتحدة، وما شفتوش واش دارت ممثلة الناس اللي هو في الأمم المتحدة وكيفاش كانت تتقاطع. فالدكتور محمد دومير ما خلتهاش يتكلم خاوتنا، قال لي اليوم تعرفوا كامل واش صرا في المجلس تاع الأمم المتحدة، واش دارت ممثلة المغرب في الأمم المتحدة بسبب محمد دومير. كثرونا من لايك تعليق، طلعونا الفيديو، اللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. قبل ما نبداو نتمنى منكم كامل الاشتراك في القناه، اللي ماش مشترك يشترك فعل زر الجرس، كثرونا من لايك تعليقات بلا ما نوصيكم خاوتنا وتابعوا معنا بسم الله. تحقق بنا عبر الهاتف اذا احد ابرز المتداخلين يوم الثلاثاء الدكتور محمد دومير الباحث في التاريخ يلتحق بنا عبر الهاتف من نيويورك. اهلا بكم دكتور، مرحبا. المهم الدكتور محمد دومير عاد في نيويورك ونورمالمون مازال عنده جلسات اخرين في الامم المتحده، مازال غادي يزيد يهبل المراكه ويصدمهم. المهم محمد دومير راه في اتصال مع قناه جزائريه غادي يحكي لهم كامل واش صرا واش دارت ممثله الناس اللي هو في الامم المتحده بعد ما سمعت الدكتور محمد دومير يتكلم على الصحراء الغربيه. تابعوا معنا. اهلا وسهلا سيدتي، تحيه لي. لان قدمتم وثائق وحجج تاريخيه نسفت بشكل واضح السرديه الاستعماريه المغربيه في الصحراء الغربيه واسكتت المترافعه عن النظام المغربي. نعم، هذا ما ميز اليوم الأول من تقديم المرافعات والشهادات القانونية حول حقية الشعب الصحراوي بالاستقلال وبتقرير مصيره بنفسه. عدد الطالبي الالتماسات كلهم في قضية الصحراء هذه السنة كان عدد كبير، حيث تجاوز 170 ملتمسا لتقديم شهادته حول حقية الشعب الصحراوي بالاستقلال. أنا سمعت أي شيء؟ يعني قال لك هذه المرة عدد التماسات بقوة وكامل راهم يطالبوا بتقرير مصير الشعب الصحراوي، يعني الشعب الصحراوي هو اللي قرر مصيره، وهذا غير اليوم الاول، يعني غير الجلسه الاولى، وشفتوا واش دار فيهم محمد دومير، زيدوا تبعوا. كان لي الشرف ان اتقدم مع الاوائل في اليوم الاول، وربما كان تدخلي او مشاركتي كان نوعا ما مختلف عما تعهده هذا المجلس وهذه اللجنه، لانهم متعودين يناقشوا الموضوع من الناحيه القانونيه، من ناحيه الشرعيه الدوليه والامم المتحده، لكن اتيت بطرح ربما من زاويه مختلفه، الا وهو جذور القصه، جذور قصه المجتمع الصحراوي، تاريخه، تاريخ المعاهدات الدوليه. لا. التي ترجع لسنوات 1700 وقبلها. هل هذا المهم كما شفتوا الدكتور محمد دومير قال لكم انا غيرت لهم كل شيء، يعني يتكلم غير الكلام اللي كانوا يتكلموه من قبل في الامم المتحده، وبين بالوثائق تاوعه وتكلم في التاريخ، يعني ما خرجش على التاريخ كما يديروا الطاكاتيره تاع الناس اللي هو داخلينها غير تيك توك، تكلم في التاريخ واثبت استقلال الصحراء الغربيه. زيدوا تبعوا. ما اربك بشكل كبير جدا المتحدثه باسم النظام المغربي، هل هذا ما جعلها تسارع الى قطعكم من اجل تغيير الحديث؟ نعم، انا ما لم اكمل الدقيقه والنصف من الحديث حتى اصبحت بالمناسبه لكي نكون صريحين، ولربما الناس كامل شافوا الفيديو، المقاطعه القاعة كانت أكثر سخبا مما نقلته. المهم سمعته، يعني راه يتكلم على واش صرا، مين كان هو يتكلم؟ هذه الممثلة تاع الناس اللي هوك اللي راهم جاورين الناس ويسرات على فريق، قد قاطع فيه في كل مرة، بصح حنا ما شفناش واش صرا بالضبط، هو غادي الآن يحكي لنا، يعني شفنا باللي راه يتقاطع فيه في كل مرة وتطلب الكلمة في كل مرة، بصح ما سمعناش واش كانت تدير خاوتنا في القاعة، أي تبعوا وسمعوا واش دارت الممثلة تاع سويسرا تاع لافريك وتلفزيون الأمم المتحدة، لأنها كانت تضرب الطاولة بشدة وتصيح، لحتى اضطرت إلى رئيسة اللجنة أنها توقف التدخل وتطلب وتمنحها نقطة النظام، وربما دائبة هؤلاء على الشوشرة في محفل دولي، وقد قلت لهم بصريح العبارة بأن هذا ليس البرلمان المغربي لكي نرى القضية من الزاوية الضيقة التي يرون منها الأمور، نحن في مجتمع دولي منفتح وهذه بديل ولا لتبدي. سمحتوا يعني فتحوا رواحهم خوتنا، بينوا باللي هذه الصحراء الغربية ما رايش تحهم الأرض، هذه تاع الصحراويين. سمحتوا دكتور محمد دومير قال لكم كي كنت نقي في الكلمة تاعي ممثلة تاع الناس اللي هوك، مش ناش هنا واش دارت، بصح هو كان حاضر، قال لكم كانت تضرب في الطاولة وكانت تصرخ بشدة باش توقف لي كلامي، يعني باش تقاطعه بسيف،
مهم ما يتكلمش وما يبينش الوثائق هذو باش ما ينفضحوش وتبان بلي الصحراء ماشي تاعهم. زيدوا تبعوا خاوتنا الجلسة. إذا لم تكن السيدة الممثلة المغربية جاهزة لاستماع كل الآراء الأخرى فلا تأتي، لأنه جلسة مناقشة وتصفية الاستعمار الصحراوي هي أصلا خصصت لطرح الفكرة المضادة والفكرة المخالفة لما يقتنع به المغاربة، ولا ربما لما يروج له تحديدا. هل اعتمادها للصراخ كان لغياب الحجج التي قدمتموها أنتم أمس الثلاثاء؟ بالله عليكم كيف سيكون موقفهم وأنا أذكر تاريخيا ورقميا المعاهدة التي وقعها نائب وزير الخارجية نائب ممثلا على محمد الخامس ويعترف بها بحدود بلاده. يعني قلت لكم باللي ضرهم دكتور محمد دومين وانصدموا العياشة كي شافوا في الأمم المتحدة وجالس ويتكلم. يعني الأولى انضروا بعد ما تكلم في التاريخ وبين بالوثائق بين باللي السلاطين تاعهم هما اللي كانوا معترفين باللي الصحراء الغربيه ما تخصهمش وما راهيش ارضهم. ضرهم دكتور محمد دومير على بها الممثله تاع الناس اللي هو قاعد تصرخ وتضرب في الطابله حاسبه روحها راهي في دارها. زيد تبعوا. يوجد من اكثر من هكذا شرعيه ووضوح. اعطيتها فقط رقم المعاهده وتاريخها وذكرتها بعباره الا تلتزمون بالعهود، فالموضوع موضوع واضح جدا. لا. الطرح التاريخي للقضيه سأذهب به وأنا تحملت على شخصيا على عاتقي أني أذهب به بعيدا لترجمة تلك الوثائق التاريخية التي هي بحوزتي. نعم. إلى مختلف اللغات ونشرها وإيصالها لمختلف الفاعلين. نعم. دكتور دومير، طيب كيف كان صدى مداخلتكم في اللجنة الرابعة؟ المهم دكتور محمد دومير من قبل النشر باللي عنده وثائق يثبتوا استقلال الصحراء الغربية، وثائق من التاريخ. الطكاتيرة تاع الناس اللي هو والعياشة كانوا يضحكوا كانوا يستهزئوا يعني حاسبينه باللي يكذب، صح كي خرج لهم في الأمم المتحدة بهذه الوثائق انصدموا. العياشي مسكين. زيدوا تبعوا وسمعوا خوتنا زيدوا. والله بكل فخر أقولها أني ما من خرجت من القاعة حتى وجدت الكثير من الأيادي تضرب على كتفي مشجعة مهنئة من محاضرين ومقدمي خطابات من دول أوروبية ومن دول ربما أمريكية ولاتينية، أشخاص لا أعرفهم كانوا حاضرين في القاعة كلهم ضربوا على كتفي لأني ربما أثرت نقطة جوهرية في النضال الصحراوي وهي أسانيد شرعيته تاريخيا. من المشحف جدا أن نتجاهل هذا الجانب التاريخي وهناك معاهدات مراكشية مثلا فرنسية تنص بصريح العبارة بالختم الملكي أنه إن المنطقة التي تقع في الصحراء والتي كما يقولوا فيها هما جنوب وادي نون لا تتبع سيادتنا. فهناك أكثر من 23 ختم ملكي مغربي يحمل صراحة هذه العبارة. شفتوا خوتنا يعني الملوك والسلاطين تاعهم من بكري هما يقولوا بلي الصحراء ماشي تاعنا وهذيك الأرض ما تبعتناش. بصح العياشي دركا باغي يديها بالسيف وباغي بالأقلام الملونة تولي أرضه. باغي يتوسع مسكين العياشي، ها الدولة أرضها الفوقانية باغي يدي أرض تحتانية. زيدوا تبعوا خوتنا. 23 معاهدة وثيقة تاريخية تنص صراحة وهي ترجع إلى الفترة من 1700 إلى 1800، فهذه لوحدها كافية لنسف الأكذوبة التي ادعاها الحسن الثاني، ادعاها على أساس تاريخي في بدايتها يعني. طيب هل اطلع الحاضرون على هذه الوثائق دكتور محمد دومير؟ نعم، نبشر اخوتي الصحراويين انه كصديق لثوره الصحراويين مثل ما كان احنا في الجزائر في ثورتنا المجيده كان لنا الصحراوي كان لنا اجانب مناضلين معنا. نعم. نسميهم اليوم باصدقاء الثوره الجزائريه. صحيح. نحن ايضا من اصدقاء الثوره الصحراويه ونيابه عليهم وبما توفر عندي من ادوات علميه ومن ادوات تاريخيه لقد قمت بتصوير تلك الوثائق كلها، وحتى أنه الليلة اللي قبل التقديم سهرت إلى الصباح وأنا مع الطابعة ومع النسخ لكي أضع أمام كل مندوب أممي أو كل مندوب دائم في الأمم المتحدة يمثل دولة معينة وضعت أمامه نسخة من تلك الوثائق على أساس أنه تكون مرجعية حجة لأنه نعم حجة يمكن الرجوع إليها في وقت ما سمحتوا. يعني الوثائق اللي كانوا عند أستاذ محمد دومير نسخهم بالكامل ودارهم في القاعة، يعني كامل اللي كانوا حاضرين في القاعة كامل كانوا عندهم الوثائق تاع محمد دومير، يعني كي يتكلم على باله باللي غادي يتصرى هذه المقاطعه ويصرى هذا الصراخ وكامل من عند الناس ليهم، وعلى باله باللي الوقت ما يكفيش، لذلك الوثائق اللي فيهم كل شيء وفي التاريخ يعني ماشي من تيك توك ولا كبس من التاريخ كامل شافوهم وكامل قراوهم وكامل اللغات، يعني حطهم على حساب كل مندوب من اي بلاد، يعني مثلا اللغه الفرنسيه، اللغه الانجليزيه، عيشي كان على بالي. زيدوا تبعوا. لاحق لانه وقت التدخل سيكون ضيق يعني ما راحش يكون كافي لشرح الفكره ككل.
ورغم هذا إلا أن الطرف المغربي حاول مرارا وتكرارا إسكاتكم لكنهم فشلوا. أيضا هناك ربما في الكواليس دكتور محمد دمير محاولات لاختراق رقم هاتفكم أو للوصول إلى بريدكم الإلكتروني. ما نقولوش محاولات، لكن ما حدث بالفعل هو أنه جاءني أشخاص مجهولين طلبوا مني، قدموا أنفسهم على أساس أنهم يعملوا في الأمم المتحدة وأنهم يريدوا يتواصلوا معي، أعطينا رقم الهاتف أو الإيميل تاعك. شفتوا يعني وصلوا حتى في الأمم المتحدة باغين يخترقوا باغين يزوروا باغين كما تشوفوا، يعني كي شافوا الدكتور محمد دمير صدمهم وما قدولاش لاستقهالهم روحوا باش يدوا رقم الهاتف تاعه ولا الإيميل تاعه باش يخترقوه. يا جدكم هادو هما جوارينا جواسيس على بها بلادنا فرضت الفيزا ماشي هي غير هاك. يزيدوا تبعوا زيدوا. انا اعتذرت منهم لانهم مجهولين وتبين لي من بعد انهم يعملون لطرف معين واضح جدا من شأنه انه يخترق الحسابات ويكتم الافواه ويلعب اللعب القذره التي المفروض يترفع عليها الساسه والدبلوماسيين يعني. نعم، وهذا عندما تغيب الحجه ويغيب البرهان يلجؤون الى مثل هكذا اساليب. اشكركم الدكتور محمد دمير الباحث في التاريخ، كنتم معنا عبر الهاتف من نيويورك. شكرا. كما شفتوا هذه المكالمه الهاتفيه من عند خونا محمد دمير مع قناه جزائريه وحكى لها كامل واش صرا في الامم المتحده وفي الخطاب اللي قدمه هو، يعني الكلام اللي تكلم فيه على قضيه الصحراء الغربيه والوثائق اللي جبدهم وكامل واش صرا واش دارت ممثله الناس اللي هوك وكامل. لكن نرجعوا غير في كلامه الاخير خاوتنا باش تشوفوا الحقيقه تاع الناس اللي هوك. هذه رساله جماعه طوطوا، شفتوا خاوتنا يعني بعد ما الدكتور محمد دمير فضح الناس اللي هوك وتكلم على الوثائق اللي بينوا استقلال الصحراء الغربيه واللي بينوا باللي الصحراء الغربيه عمرها اللي كانت تاع المروك وبشهاده سلاطين والملوك تاعهم بالختم تاعهم يا جدك. الملوك كانوا يختموا في الوثائق تاعهم باش يبينوا بلي هذا الملك الفلاني ولا تاع السلطان الفلاني اللي كان في زريبه الطاكوس، يعني كانوا يقولوا بلي الصحراء الغربيه عمرها اللي كانت تابعه للمروك، يعني هذه الارض ما راهيش لينا وما راهيش تابعه لنا. والعياش اليوم باغي يديها بالسيف وباغي بالاقلام الملونه يتوسع ويديها بعد ما الدوله سبتهم ليليه تاعها والجزر. المهم نعاودوا نرجعوا كما قلت لكم كلامها في الاخير، شفتوا واش داروا؟ يعني زرفطوا لها جواسيس تاعهم اللي يخدموا معاهم عن نظام المخزن باش يدوا من عنده الايميل تاعه ولا رقم الهاتف ويخترقوه ويولوا يهددوا فيه باش الاستاذ دمير ما يزيدش يتكلم يسكت. لكن الاستاذ محمد دمير راه ذكي وفاتوا عليه هادو من قبل، لذلك قال لهم للاسف ما نقدرش غير سامحوني يعني ما عندي ما ندير بكم. المهم انا راني هنا باش نبين ش عندي ونبين باللي كي هدرت لازم نوفي ولازم نبقى دائما واقف مع الصحراء الغربيه والوثائق قلت باللي راهم عندي وجبتهم باش نبينهم والوثائق نسخهم كامل وعطاهم الكامل الناس اللي كانوا في القاعه. يعني على باله باللي غادي الفتره تاع الكلام تاعه ما غاديش تكون طويله، يعني غادي 3 دقائق ما يقدرش يتكلم فيها كل شيء، وايضا على باله باللي كاين واحد الناس ما يقدروش يسمعوا ويقعدوا يقاطعوا فيه. شفتوا واش دارت الممثله تاع الناس اللي هو قال لكم تضرب في الطابله تصرخ في القاعه حسبتها دار باباها. المهم هذه هي الحقيقه تاع الناس اللي هوك في هذه الحاله، راهم بينوا باللي الصحراء الغربيه يعني الارض هذه تاع الصحراويين وما راهيش تاعهم، وان شاء الله عن قريب الصحراء الغربيه تدي الاستقلال والشعب الصحراوي يرجع لبلاده. عم يتبون هذه المره خدعهم العياشه زيفط لهم غير الشباب تاعنا، والشباب هذو هما اللي غادي يجيبوا الاستقلال تاع الصحراء الغربيه باذن الله ان شاء الله. وكجزائريين مني وروح رانا كامل مع خاوتنا الصحراويين لانهم رجال راهم باغيين يحروا بلادهم ماشي باعوا بلادهم وباغيين يدوا ارض الناس. المهم كثرونا من ليلة التعليقات، طلعونا هذا الفيديو ما تخلوش تطيحوه بلا ما نوصيكم، كثرونا من ليلة التعليقات وتهلاونا في جوارينا غادي تقوموا بقوه في التعليقات. عياشي عندك اش حاجه ولا قولها لنا في التعليقات، مرحبا بك. اللي ما راهش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده. سلام.